محمد عرف نفسك. محمد صبري الجزار. خلص محمد، ايه اللي حصل النهارده؟ مفيش، انا دخلت اصلي العصر طلعت لقيتهم، لقيت العساكر دخلوا كل حاجه، دخلت لقيت الميدان عباره عن عساكر، ببص لقيت العساكر عماله بتكسر في الخيام وبتكسر بتاع، كما لو كان الجيش ده جيش تطار مش جيش مصريين. الناس بتكسر في كل حاجه، يعني زي ما يكون دي بتاعت ناس كفار او في حاجه، ما انا مش فاهم فيه، مش فاهم ازاي نوصل احنا ان احنا كعساكر مصريين يعملوا كده. انا مش فاهم دول انهي يعني، ايه اللي حصل، ايه اللي حطوه في دماغيتهم عشان يخشوا يعملوا المنظر اللي احنا شفناه ده. وطبعا فضل الموضوع ده مستمر، رحنا فطرنا وجيت بعد الفطار مباشره لقيت برضو في ضربه تاني قدام جامع عمر مكرم، واحد واقف سلمي بيهتف ان هو عايز، مش عايز ايا كان رايه، من غير ما يشتم ومن غير ما يقل ادبه، واقف سلمي اعزل تخش عليه تضربه بالنار وتضرب نار في وتجري وراه وتضربه بالعصيان. هو في عمله ايه؟ هو كان ايه اللي هيحصل لو دول دخلوا فتحوا الطرق وسابوا الحاجات وسابوا الناس؟ كان ايه اللي هيحصل؟ بس انا ما عنديش حاجه تانية عايز اقولها. هو بدا الجيش بالمناوره من على باب النور ودخل من عقمنا ميار بمدرعاته كل ما يملك، مع ضباط، مع وطن، ومع مجموعة من البلطجية. تم التعامل مع المتظاهرين الموجودين في الميدان بشكل فظيع، واستخدام كل القوى الموجودة في نفس المكان، ودهسوا الجزم، ودهسوا بأجزامهم مصلى السيدات، بعد ما قطعوا معاهم خلوتهم وقبضوا على بعض الشخصيات من السيدات الموجوده في ميدان التحرير. ما استخدم اليوم الجيش لا يمكن استخدامه مع مدنيين عزل من السلاح بطريقه تلفت الانتباه. وانا كمنسق اعلامي صور التحرير بقول ان كل من استخدم القوه الفظه في ميدان التحرير يعتبر ان هو كانها حرب بالظبط، وما تعاملش مع مواطنين، هو كان بيتعامل مع اله حربيه قدامه، وده مرفوض تماما. واحنا الصور كنا منبهين عليهم عدم الاحتكاك بالقوات المسلحه، ولكن يبدو ان التنبيه اخذته القوات المسلحه بشكل غير لائق، ان احنا حددنا على الصور ممنوع منعا باتا التصدي لاي قوه عسكريه، ويبدو ان القوه العسكريه افرطت في استخدام القوه، وهو ما نرفضه تماما ونحذر منه، وما زلنا نحذر. وقلنا على الهواء مباشرة بقناة الجزيرة مطلوب من المشير طنطاوي والفريق سامي عنان أن يبعد الجيش عن الاصطدام بالثوار والشعب، هي نقطة خطر من أجل مصر، يجب أن نتجاوزها، وهو ده الخط الأحمر والفاصل اللي يجب أن يحرص عليه الثوار والشعب والجيش معنا، إن هو هنا يعني مفيش داعي للتعرض غير لائق وغير سليم وغير محترم. شكرا.